هذه واحد ساعة الله راه دابا 45 دقيقة وحنا مخفين هذه المرة الرابعة دابا وكيوقع هذا الحادث هذا. هادشي كتشوف هذا الارتباك اللي كاين دابا وليديك راه ما جاش راه السلطات الحلية راه خبراتهم وراه ما جاش لحد الآن راه كتشوف الوضعية كيفاش دابا. راه مشى هاد المواطن المواطن على كيما كنا جايين في الطريق بحال ما هكا اجينا حتى قال لك اخويا السلطه قالت لك اودي راه واحد الكابلي ديال الضو سمح لينا كابلي ديال الضو قال لك اودي تنعيطوا ليديك وهاد ليديك غنبقاو نتسناو بحال ما هكا المده تقريبا شحال المده؟ ودابا تقريبا شي نص ساعه دابا وحنا واقفين واش غنديروا وحنا عندنا مشاكل حنا الله اللي مطالع بينا استاذ يلا ها انت تشوف حنا عندنا حنا عندنا مشكل الله اللي مطالع بينا هاد الرومبا نقص من السرعه جاي بشويه بجاي بشي 15% وكاك ولا 20 هو تبان لي العافيه في هذا البوطو تبان لي العافيه هو يطيع لي الكابلي تقطع هو يطيع لي هذا هو المشكل اللي وقع لي ما كانش شي خسائر كان شي عندي باربريزا شفت باربريزا شوفوا المهم وقع كوتيك وقال لك من رمضان لهنا شي خمسه المرات ولا اربعه وقت يطيح لي منه انا حفظني الله انا والكريسون كان غيضرب فينا الضوء كيتحرك المهم شي قنبله تفرقعت الضو شحال حنا جايين تقريبا جايه يلا 15 ولا 20% باش جايين على حساب السوق واش كاين الحفر هنايا صافي طاح علينا وحفظنا الله الضو ضرب عندنا لداخل كاع نزلنا بزز من الكاميه وما صنا منين نزلوا ما صنا منين نهربوا والباربريز تهرس كلشي تهرس دابا الناس كيقولوا حيدوا جاو جدر ما قالوا والو ما قالك حيد ما والو عارفين تجي ليك اه يمكن طلعوا طونسيو بان النسبه ديال هاد الناس كياخذوا الضوء من ترونسفو بالكثره ديال بواحد الكثره بزاف ترونسفو المفروض هو كياخذ 160 كافيه الناس بقوه ما كياخذوا الضوء بهذاك الشيء عشوائي كيقدر داك الشيء هذاك ترونسفو كيتفرقع هو اللي كان كيخلي هاد لالين طيح ولكن حاليا ما بالنسبه لهذا الشيء اللي طاح اش نقول لكم قد بهذا الشيء ديال البرد لانه اللي طاح ماشي لا مويان طونسيون طاح غير الطرصه ديال لاباس طونسيون ديال الديور العاديين يمكن ما عرفتش انا ما كنتش حاضر كيفاش طاح ولكن ما عرفتش شنو المشكل ماشي اول مره لا ولكن الايام الاخرى اللي كان كيطيح ما كانش كيطيح هذا ديال الطرصه دي كان كيطيح لا مويان طونسيون ديال هذيك اللي فوقها وهذيك اللي كان كيفوقها راه قلنا شنو السبب السبب هو بان الناس ترونسفو كيكون كياخذ غير واحد ال 100 كافيه وبان الناس كياخذوا منه بشكل عشوائي بلا ما كيخلصوا المنزل البرك داك الشيء كيولي كيكون طو ميكسر الو كيتفرقع ملي كان كيتفرقع كطيح لالين اوتوماتيكمون فوالا هذاك الشيء هو المشكل اللي كان دابا راه كي ليديك غدير شي حل بان غدوز لالين اريا غدوز سوتيران من الارض غدوز من الارض باش ما يبقاوش هاد البوطوات من هنايا.